70% من الطلاب التونسيين يفكرون في الهجرة. هذا ما أظهرته نتائج دراسة أعدتها منظمة International Alert، وخلصت الدراسة التي أعدتها المؤسسة الدولية إلى أن هذه الفئة تجد مشقة في التحصيل الدراسي. الدراسة طبقت على عينات مكونة من 60 تلميذا بالمرحلة الثانوية في شمال ووسط وجنوب تونس، وتتراوح أعمارهم بين 16 إلى 20 عاما. نتائج الدراسة أظهرت أن ضغط الزمن المدرسي يحد من استفادة 63% من التلاميذ من الأنشطة الرياضية والفنية. وبينما قال 26% من عينة الاستطلاع إن لهم خططا واضحة لمسيرتهم الجامعية والمهنية، أكد 70% من المشاركين في الدراسة أنهم يفكرون في الهجرة، بينهم 33% أكدوا استعدادهم لخوض التجربة بطريقة غير نظامية. وأشار مشرفون على الدراسة إلى أن التلاميذ موضوع البحث اشتكوا من غياب الرعاية النفسية، وأن 44% منهم لاحظ استهلاك المخدرات في المؤسسات التربوية. ويعزو بعض المشرفين جانباً من الظاهرة إلى سوء استغلال أوقات الفراغ، إذ ثبت وفقاً للدراسة أن 32% من التلاميذ يضطرون لقضاء أوقات فراغهم في الشارع. كما أشارت النتائج إلى أن 26% من أفراد العينة قالوا إنهم يقضون الزمن نفسه بين البيت والمقاهي. نتائج الدراسة وبحسب مراقبين تدق ناقوس خطر وتستدعي التدخل من قبل الجهات المعنية لبحث تطوير المناهج ووضع آلية للرقابة على الأنشطة الطلابية وكيفية تنظيم الاستفادة من أوقات الفراغ بين الفصول المدرسية. هنا نفتح نقاش مجددا في هذا الموضوع، معنا عبر خدمة الزوم من تونس نجلاء بن صالح، وهي ناشطة حقوقية ومختصة في شؤون الهجرة. مرحبا بك سيدة نجلاء معنا في هذه الساعة. الأرقام كبيرة، هل يمكن تعميم نتائج هذه الدراسة على جميع المناطق في تونس؟ نعم، هي أرقام مفزعة، لكن يمكن أن ينطبق هذا الرقم على أغلب المدارس أو الطلاب في بقية الجهات، وهو مرتبط أساساً بظروف مشتركة للطلاب من ناحية البنية التحتية، المنهج التعليمي، المستقبل الغامض للطلاب بعد تخرجهم. هذا المشترك يجعل أغلب التلاميذ في كل المحافظات التونسية يشتركون في نفس الحلم، وهو الهجرة بأي طريقة، الهجرة بعد الحصول على شهادة جامعية والبحث عن عمل، أو الهجرة بطرق غير نظامية. لكن ما الذي يفهم من هذا الرقم؟ يعني نتحدث عن 33% يقولون بأنهم مستعدون للهجرة حتى غير النظامية. يعني ربما الهجرة النظامية في النهاية رأي شخصي وطريق شخصي ربما يسلكه الإنسان، ولكن حتى الهجرة غير النظامية وعبور البحر، ما الذي يعني ذلك بالنسبة للسلطات من المفترض في تونس؟ هو الأسلم هو التفكير في الأسباب التي دفعت التلاميذ أو الطلاب إلى التفكير في الهجرة حتى بطريقة غير نظامية. الأسباب متعددة، منها كما أشرت البنية التحتية، يعني عندما تجد أن أكثر من 500 مدرسة لا ترتبط بالإنترنت في مناطق متفرقة من الجهات في تونس في عديد من المدارس، فهذا لا يوفر يعني متطلبات التلميذ لتحصيل الدراسة. أيضا هناك مدارس يعني أكثر من ضمن 4000 مدرسة، هذه تقارير رسمية يعني تشير إليها تقارير وزارة التربية، هناك أكثر من 1200 مدرسة يعني غير مسيجة، يعني لا تضمن السلامة للتلاميذ داخلها. هناك أيضا أكثر من 500 مدرسة في من ضمن 4000 مدرسة غير مرتبطة بشبكة التنميه الصالح للشراب. هذه الظروف يعني، وحتى تقرير منظمة International Alert أشار إلى أن التلاميذ المستجوبين تحدثوا عن معاناتهم في الوصول المدرسة من خلال صعوبة النقل، من خلال العنف المسلط عليهم. ولكن سيدة نجلاء، ألا يبدو الموضوع أعمق من فكرة عدم يعني البيئة غير الصالحة للدراسة كما وصفتيها قبل قليل؟ ألا يبدو الموضوع يتعلق بضبابية مستقبل الطالب أصلاً؟
ما بعد تخرجه هناك يعني. يعني نعم المدرسة يعني في تونس كانت بمثابة المصعد الاجتماعي الذي يحقق نوع من الاستقرار المهني بالنسبة للطالب أو للتلميذ بعد إنهاء مساره الدراسي، لكن في تونس نجد عندما نجد الأرقام تتحدث عن أن ثلث المتخرجين هم عاطلون عن العمل، فهذا لا يحفز التلاميذ سوى إلى الانقطاع عن الدراسة والتوجه نحو مراكز التكوين المهني. وعندما نشاهد أرقام هناك رقم مفزع للتسرب المدرسي أو الانقطاع المدرسي في السنة الدراسية بين 2021-2022 انقطع أكثر من 76 ألف تلميذ عن الدراسة، هذا يعني أن التلميذ فقد أمله في أن يجد شغل بعد الدراسة، لذلك فإنه من العادي أنه يفكر في الهجرة بكل الطرق حتى لو كانت بطريقة غير نظامية. طيب، ولكن سيدة نجلاء أيضا ربما يتساءل البعض، ما الذي يختلف بين تونس والدول الأخرى أيضا المجاورة؟ جميع يعني دول العالم اليوم تمر بأزمة كبيرة اقتصادية، ويعني هناك مشكلة في عملية عدم وجود الوظائف وما إلى ذلك، وبالتالي هل بالفعل الموضوع يرتبط فقط بهذه النقطة، أم أن أيضا لأن تونس هي معبر كذلك للهجرة فالشباب ينظرون للناس الذين يعبرون ويتخذون تونس معبرا وبالتالي يفكرون كذلك؟ هي لو كانت يعني لو كانت لو كانش الطلاب او التلاميذ يفكرون في الوصول يعني يستمدون الامل من المهاجرين الذين يعتبرون تونس نقطه عبور ليمروا نحو السواحل الاوروبيه فان هذا سيحتما سيثنيهم، لانه نسبه وصول هؤلاء المهاجرين في القوارب يعني غير 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 مرتفعه، وايضا الوصول غير مضمون، لكن كما قلت هناك نوع من انعدام الأمل، وأكيد هم واعون بأن لن يجدوا الجنة في أوروبا، لكنهم يريدون أن يعيشوا على أمل أنه توجد فرصة أخرى خارج تونس من أجل العمل، حتى لو كان ذلك عن طريق المخاطرة وركوب القوارب ضمن رحلات الهجرة غير النظامية. طيب اليوم ما هو دور السلطة؟ طيب اليوم أيضا ما هو دور السلطات السياسية والاقتصادية كذلك، وأيضا منظمات المجتمع المدني والمنظمات الحقوقية في التوعية في توفير البيئة المناسبة للطالب حتى بعد تخرجه وفي مستقبله العملي أيضا؟ هو دور معقد يرتبط بإصلاح المناهج التعليمية، بتوفير يعني اختصاصات ممكن تضمن أكثر تشغيلية في سوق الشغل داخل البلاد، أيضا إصلاح يعني هناك مئات المدارس بنيت في عهد بورقيبة يعني تعاني من بنية تحتية مهترئة، وهذا لا يوفر يعني بيئة مناسبة للتحصيل الدراسي بالنسبة للتلميذ أو للطفل، ويجعله يفكر في أنه ينقطع عن الدراسة، أو يعني هذا لا يعطي مؤشر جيد على أنه بعد باش يلقى يعني ظروف مناسبة للعمل أو للتفوق في الدراسة أو حتى بذل مجهود من أجل تحصيل ما يطمح له. طيب أخيرا وفي أقل من دقيقة سيدة نجلاء، إلى أي مدى عدم الاستقرار أيضا السياسي وكذلك القضائي في البلاد ألقى بظلاله على هذه الدراسة وعلى نفسية هؤلاء الطلاب الذين قاموا باختيار هذه الخيارات؟ الأكيد أنه الاستقرار السياسي والوضع الاقتصادي في تونس مسألتين مهمتين وحاسمتين في توجه الذي عكسته تلك الدراسة، يعني حتى الأشخاص غير مهتمين بالشأن السياسي هم ليسوا بمعزل عما يحصل في استعيش أزمة اقتصادية، وبالتالي وهذا يلمسونه من خلال عيشهم داخل عائلاتهم من خلال ارتفاع مصاريف الدراسة، رغم أنه المدرسة عمومية مفترض أنها تكون
يعني مجانية، لكن ضغط مصاريف الدراسة يلمسونه، ضغط ارتفاع الأسعار يلمسونه أيضا، هم شباب هم في سن يعني مراهقة يحتاجوا إلى الترفيه، لكن الأكيد أنه ليس لجميع هؤلاء التلاميذ إمكانيات للترفيه، فبالتالي يعني هذا يجعلهم يطمحوا لفتح مجالات أخرى خارج الحدود التونسية. نعم. والبحث عن فرص أخرى. شكرا جزيلا من تونس نجلاء بن صالح الناشطة الحقوقية والمختصة في شؤون الهجرة.